بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر بدايه اذاعه فاس نيوز على الاهتمام ديالها بالدؤوب والسرمدي ديال الاذاعه ديال فاس نيوز المشهود لها على الصعيد الوطني على انها اذاعه مستوى والكل يعلم هذا. اما بالنسبه للحضور ديالنا في اطار النشاط الساده ديالنا حاولت انها تقدم كتابين وهذا يدل على الكفاءه يعني والمثابره والاستمراريه والمثابره ديال الاستاذه اللي كنشكرها من هذا المنبر لانها قدمت ومازال ان شاء الله تقدم كفاعله كاستاذه اكاديميه كفاعله اجتماعيه. وهذا هذا هذه الاعمال اللي كتقوم به هي في خدمه الوطن اولا وقبل شيء كل شيء وهي في خدمه الطالب لانها هي دائما الدعم والسند يعني لاي طالب. وكنشكروها من هذا المنبر المحترم وكنطلبوا لها عمر مزيد ان شاء الله ومزيد من العطاء العلمي والشهادات وشكرا.